احنا اليوم كنتواجدوا في اللقاء الجهوي المنظم من طرف الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، وهو لقاء يدخل في إطار سلسلة ديال الملتقيات اللي كتنظمها الفيدرالية على المستوى الوطني على مستوى الجهات. هذا اللقاء اليوم يحمل شعار التمكين الاقتصادي للمرأة دعامة أساسية لكسب رهانات التنمية، لأننا كنأمنوا بأن رهانات التنمية اللي كتواجهنا كتوضع المرأة في الركيزة الأساسية ديال العمل. هذا الملتقى الجهوي كيجمع فعاليات نسائية وطاقات نسائية من الجهات من الأقاليم الخمس بالجهة، اللي هي كتزخر بطاقات نسائية كثيرة وكتشتغل في الميدان مع المواطنات ومع المواطنين، حاملة للروح ديال الحزب ديال التجمع الوطني للأحرار، حاملة للتوجه وللتصور ديال الحزب، وهي كتشرح البرنامج الحكومي وكتشرح السياسات الحكومية اللي كتشتغل عليها الحكومة حاليا، واللي هي كتعطي إجابات للإشكاليات المطروحة. الجهة ديال درعا تافيلات عندها الخصوصية ديالها، ولكن التفاعل ديال الطاقات النسائية ديالنا كتجمعيات مع المواطنات كيمكننا أننا نكرسوا ونزلوا البرنامج الحكومي القوي اللي كيوضع أجوبة قوية للإشكاليات المطروحة مع احترام الخصوصيات ديال كل جهة.